إذا كنت في القاهرة وأردت أن تتعرف على حال البلاد، فعليك بأحد سائقي سيارات الأجرة ليلخص لك المشهد السياسي المصري. وبعد الثورة قررنا أن نخوض هذه التجربة. أحمد الكحيل عبر عن سعادته الغامرة بثورة الشباب التي ذكرته بما كان يقرأه طفلا عن الثورات العالمية التي حرم جيله من تحقيقها. ما عرفناش نعملناه ولا عرفنا نعمل أي حاجة زيهم، يعتبروا رجالة. رجالة زي مصطفى كامل وسعد زغلول وأحمد عرابي. الناس اللي عملت تاريخ مصر زمان هم دول الشباب اللي المفروض نحطهم على دماغنا. التفاؤل بدا واضحا، فبعد ان كان يتجنب اي شرطي اصبح يذهب اليهم لتبادل التهاني. عم احمد اكد ان الرئيس السابق فقد شعبيته في السنوات العشرة الاخيرة بعد سيطرة رجال الاعمال على الاقتصاد مع تهميش ملحوظ للطبقات الدنيا والمتوسطة. من سنة 80 لحد مثلا 2005 كان راجل عكواز جدا، لكن من بعد 2005 ما عرفش هل هو اللي حواليه سبب التخريف ده. كان هذا عن الماضي، اما عن المستقبل فعم احمد يطالب بضخ اي اموال يتم مصادرتها من المسؤولين السابقين المتهمين بالفساد الى الاقتصاد المصري، ليتسنى للمواطن العادي الاستفادة من هذه المليارات المنهوبة. المفروض ان الفلوس دي ترجع كلها وتبتدي تضخ في اقتصاد مصر. كما أكد عم أحمد على استحالة العودة إلى ما قبل 25 يناير، وطالب بتطبيق كافة رغبات الشعب، وإلا ستتوجه الجماهير مرة أخرى إلى ميدان التحرير. كل الوزراء والمحافظين والحكومة والمحليات كل ده اتغير، دمنا بقى حاجة نظيفة اسمه شباب 25. وناشد أحمد المتظاهرين بإخلاء الميدان لتعود الحياة إلى طبيعتها. وعلى طريقة المصريين التي تتسم بالفكاهة، قرر عم أحمد شراء كيلو لحم للاحتفال بالثورة بعدما حرم من شرائها لفترات طويلة. عم أحمد ضحى بسبعين جنيها للاحتفال بهذا اليوم، آملا بأن تكون اللحوم متوافرة بأسعار معقولة ولا تحتاج لاندلاع ثورات للاحتفال بها. وفي المقهى جلس مع أصدقائه يتحدثون عن مستقبل مشرق مع عودة الأمل والابتسامة إلى وجوه كانت قد اقتربت من نسيانها. أحمد عثمان، العربية، القاهرة.